يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة، والشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة، وجاء عن البخاري أنه يختم في الصلاة كل 3 ليال وذلك في رمضان. سؤاله: هل هذا يخالف ما جاء في الأمر بالترسل وترتيل القرآن؟ لا، ما يتعارض مع ترتيل القرآن، يرتلونه ويقرؤونه كله، والليل طويل، الليل طويل، يمكن تقرأ القرآن في 10 ساعات، الجزء ما يستغرق 1/3 ساعة، قراءة متوسطة 1/3 ساعة، فتقرأه في 10 ساعات، يكمل الليل من ساعة، الليل طويل. ثم هذه كرامات يجريها الله على يد أوليائه، ولا نقيسهم بحالنا، لا نقيس عثمان بن عفان رضي الله عنه بحالنا، ولا نقيس حال الشافعي بحالنا. هؤلاء أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومكنهم، سهل لهم. نعم.